الكامبينز اللي بتحددني وين عم بشتغل. الرقم الثالث اللي راح اعمله المقاول في السايت انه هو عمل اكسكافيشن للسايت، سو هو اضطر يحدد الليفلز اللي بده يوصل لها او الليفلز اللي بده يحفر لعندها والليفلز اللي عم بحفر منها، يعني دخل من الستريت، حفر للبيسمنت، بعدين ردم للجراوند، فهو عم بحدد دائما مناسيب في الموقع هو عم بيشتغل. علشان انا اقدر اعمل هذا الاشي برضو بدي احط في الفيو بورت تبعي او في البروجكت تبعي الليفلز اللي انا بدي اشتغل عليها. ويفضل بالعاده دائما انه انا كاركتكت احدد الليفلز تبعتي واكون عارفها اصلا، عارف انه انا بدي اعمل ليتس سي 5 فلورز او بدي اعمل 2 بيسمنتس وجراوند و3 فلورز وروف، فانا عارف شو الليفلز اللي بدي اشتغل عليها اتليست في البدايه اكون عارف عددها. هلا ارتفاعاتها ما عندي مشكله فيها، بس اتليست اكون عارف عددها، لانه ليتر اون اذا انا بدي اضيف ليفلز بصفي فيه لها شوي constraints لازم اكون ملتزم فيها لما بدي اضيفها. So عشان اقدر احط اي ليفل في الريفت راح اروح على vertical view سواء كان elevation او section، وانا في التمبلت تبعي هون اللي available عندي هلا elevation، later on راح نحكي كيف راح نعمل السكشن. Once رحت على الاليفيشن راح الاقي انه باي ديفولت في هذا التمبلت محطوط عندي 2 ليفلز، وهذا مش اشي ملزم فيه كل التمبلت، ممكن ندخل على تمبلت يكون فيه مثلا 5 ليفلز 6 ليفلز وات ايفر عدد الليفلز حسب اللي عمل التمبلت بالاول. وخلال الكورس تبعنا راح نعرف شو يعني التمبلت بالضبط ونعرف كيف نعمله. So هلا انا عرفت انه انا في عندي 2 ليفلز، يمكن انا بدي بيسمنت وبدي ستريت ليفل، بدي جراوند فلور، وبدي مثلا 3 فلورز اند اروف. So كيف انا ممكن اضيفهم كل هدول؟ اول شيء راح اروح من اركتكتشر، ومن اركتكتشر راح اروح على ديتم، ومن ديتم راح اخذ ليفلز. اختصار هذا بالال، لو رحت انا في الفيو بورد تبعي هلا اذا بلاحظ وانا عم بتحرك في الماوس بلش الريفت يحكي لي انه هي الابعاد تبعتك عن الاشي او الليفلز اللي اوريدي مرسومه في السكرين. فانا وات ايفر المسافه اللي بدي اياها عن الليفل الموجود، مثلا بدي اياه 3 متر للسي الليفل الاول، انا هاي هيك وصلت لعند 3 متر صح، ببدا ارسم وبرسمه زي كانه لاين عادي طبيعي. هلا كمان انا مش ملزم اني انا في بداية عملية الرسم اني انا احدد الرقم بالضبط، انا بقدر اجي ارسم وبلاحظ هلا بلش يعطيني هون سناب اوتوماتيكلي صح، فانا هون ببدا اعمل سنابنج على الادجز تبعت الليفلز، رسمت وانا كنت بدي هذا المنسوب ماينس 3، فانا عادي بعد ما رسمته اي كان سيلكتد كليك على الرقم واحكي له ماينس 3 متر، وهذا بيمشي على اي شيء في الريفت. هلا ليتس سي اني انا الليفل تبع الشارع اللي هو رقم 1 هو الزيرو تبعي والجراوند هو متر واربعين عنه، سو ليفل 2 راح اعمل كليك على الرقم واحكي له اعطيني اياه 1400 ما بدي اياه 4000. وهلا اكيد لازم ابدا اسمي الليفلز تبعتي، اكيد ما راح اسلمهم هلا ليفل 1 و2 و3 و8 فجاه يطلع عندي، لازم تكون في نيمينج كونفنشن متفق عليه في الشركه او في البروجكت اتسلف او الكومن براكتس تبع الانجينيرز الموجود عندنا. سو ليتس سي اني انا بدي اسلمهم اسماء الليفلز باسمائها، سو انا راح اجي على هذا الليفل 1 اكبس على الاسم تبعه، بدل ليفل 1 راح احكي انه هذا ستريت ليف، اكبس انتر. بلاحظ انه سالني سؤال هون بحكي لي would you like to rename the corresponding views، شو هذا السؤال معناته؟ طيب هلا الكورسبوندينج فيوز هي الاماكن اللي موجوده في البروجرام اللي راح يتكرر فيها اسم ليفل 1 اللي كان قبل ما اغيره. هلا الليفل تبعي كان اسمه ليفل 1، بلاحظ اذا باجي على البروجكت براوزر هون شو اسمه؟ ليفل 1، واذا بتطلع على البروبريتيز شو اسمه؟ ليفل 1، واذا بروح على اي وحده من السيتنجز اللي لاي اوبجكت راح يرتبط في هذا الليفل راح يكون اسمه ليفل 1. هدول الاماكن اللي انا عم بحكي عنهم هي اللي اسمهم كورسبوندينج فيوز. سو هل انا بدي اغير اسم هذا الليفل في كل مكان عم بطلع فيه لحتى يصير اسمه ستريت ليفل بدل ليفل 1؟ اكيد راح اغير هاي العمليه صح. سو راح اعمل يس، بلاحظ هلا انه ليفل 1 شو صار اسمه هون؟ ستريت ليفل. ليفل 1 راح صار اسمه برضه ستريت ليفل. واذا بلاحظ مثلا ليتس سي اني انا كنت موجود عندي في واحد من الليفلز وعملت وول، بلاحظ انه هون صفى كمان اسمه ستريت ليفل، فانا بطلت اشوف ليفل 1. فعلشان هيك لازم انا اسمي الاوبجكتس سواء كانت ليفلز ريفرنس بلينز
وولز ويندوز وات ايفر كانت الكومبوننت اللي عم بتعامل معها لازم تكون باسم يكون ريبريزنتيف، يعني اي حدا بيقرا هذا الاسم يفهمه. ولازم انا ما دام اليوم بلشت اشتغل في الريفت لازم افكر كتيم ممبر، ما بدي افكر انا هلا عم بعمل البروجكت انا بقدر اخلصه لحالي سو انا بسميه زي ما انا بدي. بعدك راح يجي ناس يفتح الفايل ويستلم الدروينجز ويراجع وراي على اساس انه هو هل فاهم شو اللي انا عم بسلمه ولا لا. والكومن براكتس انه في نيمينج كونفنشن معين بيكون حسب البيم اكسكيوشن بلان. البيم اكسكيوشن بلان حكينا عنها اللي هي بتحكي لي واحده من الاسئله بتجاوب عليها اللي هي هاو، كيف انا راح اشتغل. واحده من التوبكس او التايتلز اللي راح تكون موجوده في البيم اكسكيوشن بلان هي النيمينج كونفنشن المتفق عليه، ان انا لازم اسميه بالطريقه الفلانيه. سو اذا حكى لي سمي بكلمات سو انا لازم اسمي بكلمات، اذا حكى لي الحرف الاول من الاسم كابيتال سو لازم الحرف الاول من الاسم كابيتال. وبتدخل لهاي الديتيلز البيم اكسكيوشن بلان، نوع الخط اللي بدي استخدمه، حجم الخط اللي بدي استخدمه. تمام. سو حكينا ستريت ليفل. البيم اكسكيوشن بلان انت كاركتكت او انت كاركتكت بيوصل لك البيم اكسكيوشن بلان لعندك يحكي لك انه انت لازم تمشي على هذه البلان لحتى احنا نسلم حسب الاتفاق. طيب بالاصل مين اللي بيعملها؟ ممكن يعملها الكونتراكتر، ممكن يعملها الكونسلتنت، ممكن يعملها الكلاينت او الكلاينت ريبريزنتيف. سو هي مش حدا واحد اللي بيعملها، مش جهه واحده هي المخوله تعمل بيم اكسكيوشن بلان، هي حسب البروجكت وات از ذا سكوب من كل طرف من الاطراف اللي بتتدخل في هذا البروجكت. سو انا هون راح اسميه جراوند فلور بلان. فهلا لو انا كتبت هيك جراوند فلور بلان بالنسبه لي انا كجاسر هذا خطا اللي صار، لانه مش ماشي على الكونفنشن او النيمينج كونفنشن موجود في ستريت ليفل. تمام. سو راح احكي له هلا يس غيره، بعدين راح ارجع غيره مره ثانيه راح احكي له لا انا بدي اسميه جراوند الحرف الاول كابيتال فلور ليفل. تمام. Do you want to rename the corresponding views؟ راح احكي له يس. هلا في كمان شركات تدخل ديب لدرجه انه اذا انت سميت ستريت ليفل جراوند فلور ليفل ليفل لو جيت على البيسمنت ممنوع تيجي تسمي لي اياه بيسمنت فلور بلان. تمام. لا بدك تسمي لي اياه بيسمنت فلور ليفل. تمام. فانا راح اجي اشيل هاي اعملها ليفل. هلا كمان في بيم اكسكيوشن بلانز تكون كتير ستريكت لدرجه انه ممنوع انت تعمل هيك دي او 1. لا انت بدك تيجي تحكي لي ات از ذا بيسمنت او 1. اوكي. وهون دي وونت تو رينيم ذا كورسبوندينج فيوز راح احكي له يس. سو دائما الحكم تبعي هو البيم اكسكيوشن بلان على ليفل الجونيور انجينيرز خلينا نحكي او الاركتكتس، وليفل الدرافتمن وليفل السينيورز راح يحتكموا له بيم اكسكيوشن بلان اللي هي واحده من الدوكيومنتس اللي بتكون اصلا عم تحكي وات از وات اند هاو از ذا واي اند وات از ذا ميثود اللي هو اصلا لازم انا امشي عليها لحتى اقدر اسلم حسب الكونتراكت اللي بنشتغل عليه. فاين. سو هلا انا عرفت كيف انا بقدر ارسم هذا الليفل او احط هذا الليفل، وبلاحظ اني انا اذا حطيت الليفل تبعي انا عملت 3 ليفلز، واحد منهم كان جديد اللي هو البيسمنت فلور ليفل. اذا باجي هون بلاقي انه صار في له كورسبوندينج فيوز، صار في له فلور بلان، صار في له سيلينج بلان. ليه؟ لانه انا لما اجي اعمل كرييت لليفل من اركيتكتشر اروح على ديتم واخذ ليفل وابدا ارسم، وحكينا انه لازم الاحظ انه هو اوتوماتيكلي بياخذ هذا السناب صح. هلا اذا ببدا ارسم رسمت هذا الليفل ولاحظ انه هون شو بيحكي لي ميك بلان فيو، شو معناته؟ معناته اعمل لي كورسبوندينج فيو لهذا الليفل اللي انا عم برسم فيه which is the floor plan. ونوع هذا البلان انا بقدر احدده قبل ما ارسم، انا بدي اياك تعمل لي سيلينج فلور بلان ولا فلور بلان، سوري بدي اياك تعمل سيلينج بلان ولا بدي اياك تعمل فلور بلان ولا بدي اياك تعمل ستراكشر بلان. سو انا بقدر احدد وات از ذا تايب اوف ذا فيو اللي عم بيعمل لي اياه مع الليفل اللي عم برسمه. هلا انا بدي اخليه زي ما هو واجي ارسم الليفل تبعي واخذ برضه السناب نلاحظ على هذا الطرف. هلا بعمل اسكيب. ليتس سي انه لازم ارتفاع ليفل 4 يكون 3 متر و25 او 3 متر و38 حسب الشغل اللي في الاردن، يوجوالي بيسووا 3 متر و38 اذا بيشتغلوا على حجر، في شركات ما بتلتزم في هذا الارتفاع.
تمام. فانا بدي اعتبر انه ارتفاعه لازم يكون 3.48 متر. هلا انا كاركتكت، هلا ليفل 4 بده يكون 3.48 متر عن الزيرو. سو اذا انا مسكت هاد وحكيت له 3 متر او سوري عن الجراوند فلور، سو اذا انا مسكت هذا الليفل وبدي اجي احكي له هون الرقم لسه بدي ابدا اجمع تمام. فانا هلا لازم احكي 3.40 متر بلس 3.38 متر وشو الرقم اللي راح يطلع معي. هلا هذول الرقمين سهلين، مرات بكون في تاور بوصل لعند مثلا 88.723 بلس 3.38 متر، هون بصفي الرقم لا بده حسبه. هلا في الريفت في عندي اكثر من طريقه عشان تطلع الحسبه هاي اوتوماتيك. ايذر اني انا بمسك هذا الليفل فهو راح يطلع لي التمبرري دايمنشن الموجود بينه وبين الجراوند فلور، فانا باجي هون بحط الليفل تبعي 3.38 متر، فهو اوتوماتيكلي بيحدد لي الارتفاع معي باشمهندسه. هلا حكينا انه اول طريقه ان انا مسكت الليفل وحكيت له من التمبرري دايمنشن اعطيني اياه عن الجراوند فلور 3380 صح. الطريقه الثانيه بقدر اجي من هون احكي له اذا انا عارف كم دايمنشن او كم الفرق اللي سوري الليفل عن الزيرو، سو انا باجي هون بحط هذا مثلا بده يصير كم متر 40 بلس 3.38 متر، لا اقل لا اكثر ناقص زائد، هذا اللي بوصل له الاركتكت بالاخر لانه احنا اذن مش متعودين نحسب ارقام صح. سو راح اجي احكي له في الريفت دائما اذا انا حكيت له equals هي كانت بدي 1400 بلس 3380، الريفت هو اوتوماتيكلي بيحسب لي هذا الليفل. ليفل 4 شو راح يكون اسمه؟ First floor level. Do you want to rename the corresponding views? Yes. هلا let's say ان انا عندي 15 20 30 400 طابق، definitely ما راح اروح ارسمهم واحد واحد. اوكي شو راح اعمل؟ ممكن انا اعمل لهم copy من modify، اروح على copy، او اذا هم جد كتير كتار فانا ممكن اعمل لهم array. خليني هلا بس اعمل لهم copy وجيت هون واعتبر انه المسافات متساوية، سو باخذ البيس بوينت تبعي جراوند فلور ليفل وبطلع للي بعده. بلاحظ انه عملية الكوبي توقفت بعد اول اوردر صح؟ انا بقدر احكي له كوبي ومن هون بحكي له مالتيبل بالضبط، وباجي هون بحكي له اعطيني ليفلز، وبلاحظ انه الريفت استمر في العد من عند اخر رقم كان واصل له صح؟ سو انا دائما مضطر اجي على ليفل 5 احكي له انه هاد سكند فلور بلان او بلان حكينا ما راح يمشي. بلاحظ انه للغريب انه المره هاي ما سالني do you want to rename the corresponding view صح، ولو جيت هون حكيت له third. هلا شو الحلو في الموضوع هون في الريفت؟ الريفت بيحكي لك انه انت at the end في الحياه لما تيجي تعمل print تمام راح تروح تعمل مثلا لما بدك تطبع 3000 شيت ما راح تروح تكبس عليهم واحده واحده print، راح تيجي تحكي له select from views او sheets، راح تحكي له select وهي واللست الفيوز الموجودة تمام. هل شايفين احنا في عنا ليفل 1 2 3؟ احنا بس شايفين اللي اوريدي سميناهم صح، اللي عمل لهم كوبي مش موجودين. لما انا عملت كوبي لهذا الليفل تمام ما عندي خاصية موجودة في الريبون الاخضر هاد اللي هو create corresponding view او create floor plan صح. لما انا عملت architecture ورسمته رسم انا في ايدي شو موجود هون؟ make plan view. فلما انا رسمته شو طلع لونه واللي تحته؟ سو الفيو او الليفل اللي لونه ازرق هو الليفل اللي صار فيه له هون corresponding view، الاسود ما له corresponding view، وهذا كان نتيجه create وهذا كان نتيجه copy. سو زي كانه الريفت عم بحكي لي انه once you copy level I will consider it as a typical floor plan, you don't need to print it at the end تمام، you don't need to work on it, you can just copy from the below to the above. يعني اذا اشتغلت على ليفل مثلا second floor plan او ليفل خلصته تقدر تعمله جروب ويو كوبي ات لكل هدول الليفل، so it is a typical plan. So اول شيء you don't need to work on it، ما راح اعطيك له هون corresponding view، ويو دونت نيد تو برنت ات، so لما تيجي تعمل برنت وتحكي له selected views او sheets ما راح اعطيك اياه برضه هون. عجبني السؤال كثير، بركي انا بدي اياهم وشو دخلوا؟ ليش بفكر عني؟ اذا انا كنت بدي اياهم راح اعمل ديليت، ليتس سي اني انا بدي هدول الفيوز كلهم، فمعناته انا راح اروح من فيو منيو او فيو بانل راح احكي له من هون
I'm creating plan views. وهاي مساوية لعملية make plan view اللي كانت بعملية create. فلو حكيت له plan views, what is the type of plan اللي أنا بدي إياه؟ بحكي له من هون أعطيني floor plan. هلأ هذا السؤال usually بيطلع دائما عشان يذكرني أعمل save, لأنه أنا إلى أكثر من نص ساعة عم بشتغل على الفايل وما سيفته. في كل الكيسز ينصح أو recommended إنه أنت تعمل save the project عشان ما يضيع شغلك. لا أنا اليوم ما عندي إشي أنا مضطر أسيبه, so راح أعمل cancel. أوكي, طب يطلع لي من view plan views واخترت floor plans, طلع لي القائمة اللي أنا بقدر أختار منها. هلأ بحكي له أنه أنا هدول الليفلز كلهم أنا بدي إياك تعمل لهم إيش floor plan, so بعمل له أوكي. بلاحظ أنه شو طلع عندي بهذا المكان, first floor, ground floor already موجودين, second floor level, third floor level, level 7, 8 and 9, so كلهم صاروا موجودين عندي بهذا المكان. إذا برجع على الإليفيشن هلأ شو صار لونهم؟ أزرق. هلأ لو جينا عملنا كليك على level حكينا له أعطيني إياه fourth floor level وعملت enter, شو راح سألني؟ هل بدك تسمي الـ corresponding views؟ لأنه هلأ فعليا صار في عنده corresponding views سميهم. إذا بحكي له yes بطلع upwards في الـ project browser, راح ألاقي أنه صار في عندي 4th floor level. وبهيك أنا بطلع لعند هذا بحكي له 5th yes. خليني أحكي أنه أنا برضو بدي أعمل array, let's say أنه it is a tower وفي عندي 30 floor, هدول الـ 30 floor نفس الارتفاع. هذا 30 فلور انا بدي اعملهم اري مش كوبي عشان ما اكبس كوبي 30 مره. فراح احكي له اعطيني اري من موديفاي, راح احكي له اعطيني المسافه تبعت الاري من هون لهون, راح احكي له اعطيني اياهم هدول مثلا 20 فلور. فبلاحظ انه اعطاني ال 20 فلور تبعوني صح. سو راح اروح هلا من فيو راح احكي له اعطيني بلان فيوز, ومن بلان فيوز راح احكي له اعطيني فلور بلانز. يمكن اكون بدي ريفلكتد سيلينج بلان, يمكن اكون بدي ستراكشرال بلان, وات ايفر تايب اوف بلان اللي انا محتاجه راح اختاره من هون. هلا شو بحكي له؟ اعطيني فلور بلان, اعطيني هدول كلهم. بحكي له اوكي, وبحكي له صاروا موجودين عندي في هذا المكان.